مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه خبز الصوف ترند بريد. طريقه كتير جديده ورائعه وبتجنن كمان. هيدا الشكل. عجينه قطنيه مثل ما شايفين وناجحة 100% وكتير كتير روعة، وبحشوة النوتيلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا 3/4 الكوب حليب دافي، حليب فاتر، يعني 190 ميلي حليب فاتر. بحط فوقنا 3 معالق طعام سكر، ملعقة، 2، ثلاثة، كمان ملعقة طعام خميري، ملعقة طعام ناقصة شوي خميري. بخلطهم شوي مع بعض. هلا بتركن لتتفاعل الخميرة. بعد ما تفاعلت الخميرة وصارت بهيدا الشكل، هلا عنا هون 30 جرام زبدة دايبي. 30 جرام عبارة عن ملعقة طعام، مش ملانة كتير، ناقصة شوي. بيضة كمان، كمان بحط 2.5 كوب طحين، 2.5. حطينا 2.5 كوب طحين، 1/2 ملعقة صغيرة ملح. نعجنهم مع بعض. طلع عنا العجينة بهيدا الشكل. رح حط بعد 1/2 كوب طحين، يعني صرنا حاطين 3 أكواب طحين حسب نوعية الطحين. أوقات الطحين 2.5 كوب بيطلع تمام، ما منا زيادة، بس هلا نوعية الطحين مختلفة، احتجنا بعد 1/2 كوب. بس صار عنا عجينة بهيدا الشكل، هلا منوقف العجن، بدنا نشيل العجينة ونحطها بقلب جات. شفتوا كيف العجينة طلعت كتير طرية بهيدي السماكة. نحط زيت خفيف حوالي 1/2 ملعقة صغيرة، بدهن الجات، بغطيها وبحطها بمكان دافي لتخمر العجينة، بتركها ترتاح ساعة. هيدي العجينة بعد ما ريحناها ساعة، هلأ بدنا نكفي مع بعض. ما شاء الله خامري منيح.
بتمنى الفيديوهات اللي عم بعملكم اياها تكون عم بتنال اعجابكم ان شاء الله. هلا بدنا نقسمها. بسم الله. نحطهم على جنب. هلا بدنا نبلش نرقهم مع بعض. برش رشة طحين خفيفة. هيدي العجينة فينا نحشيها جبنة شوكولا زعتر اللي منا اياه، انتو حسب ما بترغبوا. بس عملتها بهيدا الشكل. هلا منرقق هالقد، شفتوا كيف كتير منرقق العجينة. رح حط نوتيلا بقلبها. سكرها، حاول قد ما فيني النوتيلا تبقى بالداخل. كمان بلفها. هلا بحطها بالقالب بهيدا الشكل. غلفت القالب بورق زبدة وبحط فيها العجينة بهيدا الشكل. هولي بعد ما حطيتهم بالقالب طلع عندي حطيت 4 قطع من العجينة، بقى عندي قطعة. بغطيهم بالكلين فيلم النايلون. كمان بحطهم بمكان دافي وبتركهم يرتاحوا ساعة. هيدي العجينة اللي بقيت رح شكلها أنا وياكم. كمان نفس الشي بحشيها نوتيلا أكيد، بس بدنا نعمل فيها شي مختلف. بعملها بهيدا الشكل. هلا بشكلها بهيدي الطريقة. بجيب من هيدا الطرف بضغط عليه، كمان هيدا الطرف، شايفين كيف؟ بهيدي الطريقة. بتركها لتخمر كمان. هيدي العجينة بس خمرت منيح. هلا بدنا ندهن نسكافيه وحليب. هون عندي خليط النسكافيه والحليب، 3 معالق حليب فاتر وربع ملعقة صغيرة نسكافيه. عم حمل الفرن على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل. هلا بحط القالب بالفرن.
هذا خبز الصوف اخذ بالفرن 9 دقائق. هلا هو سخن الخبز بحط عليه زبدة دايبة، الزبدة بتعطي كتير لمعة حلوة اذا ملاحظين ورائعة. هلا بترك الخبز على جنب ليبرد بحرارة الغرفة ونرجع منشيله من القالب. هلا بدنا نشيل الخبز من القالب بعده شوي سخن. واو حطه بالسخن. هيدا الشكل النهائي، اسم الله كتير روعة. وهيدي اللي عملتها أنا وياكم، العجينة اللي بقيت عندي عملتها بهيدا الشكل صارت. كتير اسم الله عجينة روعة وناجحة. هيدا خبز الصوف اللي عملته أنا وياكم، ترند بريد. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحباب قلبي.